لولاية برج بعريريش تعتبر ولاية مصدرة. ها نحن اليوم نعيشها في عين المكان، والتصريحات اللي سبق وان ذكرتهم قلت باللي في خلال سنة 2021 صدرنا 16 مليون دولار، وفي السداسي الأول من جانفي إلى جوان 2022 في السداسي الأول فقط صدرنا 6 مليون و300 دولار أمريكي. يعني راهي العملية متواصلة، واليوم الحمد لله وين هو عندنا مؤسسة مجمع كوندور باش في كل أسبوع ويكون فيه تصدير، سوف يعلن على 500 منصب شغل دائم، وهذه 500 منصب شغل ابتداء من غدا، يعني تم المنح الإعلان على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل ومختلف المناصب، يعني فيها ليزاجون، فيها ليكادر، فيها إلى آخره. اليوم شركة كوندور ترسل 18 شاحنة للسوق الليبية، سمح لنا هذا الشيء باش نكون في عدة أسواق إفريقية وعربية، منها اليمن، منها موريتانيا، منها السنغال، منها تونس وليبيا وغير ذلك. هذا مسمح لنا باش نحقق رقم أعمال مهم لما يقارب 6 ملايين دولار. اليوم نشهد على عملية تصدير لليبيا برقم أعمال يقارب 400 ألف دولار.